نروح بقى لواحدة من أشهر بنات مصر، سما رامي. دايما في أي موقف سلبي أو إيجابي تلاقيها داعم قوي لأصحاب الهمم، ليها موقف وليها كلمة، ودايما بتكون واقفة بتدافع عن كل ذوي الهمم. من كام يوم كلنا تابعنا كمان حفل خطوبتها اللي تصدر منصات التواصل الاجتماعي، عشان كده كان لازم نبارك لها من صباح الخير يا مصر ونقدم لها التهنئة عن طريق والدتها الأستاذة سوزان طلعت. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة سوزان. أنا صباح الخير. عايزة أقول لك حاجات كتير قوي، عايزة أقول لك أهلا بيكي، كل سنة وأنتي طيبة، وألف مبروك وعيد سعيد. سعيد علينا جميعا يا رب. يا رب يجعل أيامكم كلها بهجة وتهنئة كده يا رب. لا مدام سوزان في الاول بقى، يعني في خطوبه وفي عيد، اديتي سما العيديه ولا لا؟ طبعا اخدت بالي. بطلتي تحوشي لها خلاص؟ لا خلاص بقى، هي كبرت منها. ولا اتخطبت فبقت العيديه بنخطبها خلاص بقى، مالناش دعوه، رفعنا ايدينا كده. ايوه بالظبط كده. طيب مدام يعني خليني اعرف، مدام سوزان خليني اعرف كده في البدايه، لما سما جت تتخطب وابتديتي رحله بقى الخطوبه كده في البدايه، حسيتي بايه؟ يعني هي سما ليها مواقف كتير قوي الحقيقه بنقف عندها، لكن خطوبه وكبرت بقى وبنتك كبرت، حسيتي بايه؟ بصي، هو احساس ما يتوصفش طبعا. هو من اول لحظه ربنا رزقني بسما، يمكن انا اول حاجه قلتها لما عرفت ان هي داون سيندروم، سبحان الله، قلت ايه ده، هو انا عمري ما هشوفها عروسه؟ يمكن الحلم ده كان حلم حياتي وحلم عمري، زي كل ام عايزه تصاحب بنتها، بالذات ان سما كمان طول الوقت هي عايزه كده، يعني عايزه تقول لي انا فاكره عايزه ابقى عروسه. ايوه عايزه ابقى عروسه. فلا، احساس يا رب يعني يرزقه لكل ام تعبت مع بنتها ويفرح قلب كل ام زي ما انا فرحت بسما كده. الله يا رب دايما فرحانه بيها. يعني استاذه سوزان، احنا شايفين دلوقتي على الشاشه خطوبه سما، ويمكن خطوبة سما دي ليها قصة كده برضو، والفرح اللي اتعمل، فعاوزين نحكي للسادة المشاهدين برضو الخطوبة دي اتعملت ازاي. والله هي سما اصلا طول الوقت كان نفسها تعمل، هي اصلا كان يعني ليها مبادرة من زمان ان هي كان نفسها تدخل كلية الشرطة. فلما اول ما فكرنا ان احنا نعمل خطوبة لسما، اول حاجة قالت لي لا، احنا عايزين نعملها يا مامي في اي نادي شرطة. وفعلا تم الاختيار ان احنا نروح، وكان ده في رمضان. رحت انا وهي وباباها علشان نشوف القاعه ونحجز، يعني تم استقبالنا وكاننا، يعني انا مش قادره اقول لك، يعني كان يوم فظيع. قالوا لنا اللي انتوا عايزينه كله هيتعمل، دي فرحه مصر كلها. صحيح. ويعني كانوا بيقدموا لنا كل الدعم وكل المسانده كل الترتيبات، يمكن هم كانوا دايما سابقنا بكل حاجه قبل ما نفكر فيها، هي كانت بتجهز. ويمكن كللوا الفرح ده بفكره ان حفل الخطوبه كان مهدى من وزاره الداخليه ليكوا، صح؟ تمام. طيب مدام سوزان، اسمحي لي ارجع كده معاكي خطوتين لورا. أيوة. فاكره ان كان في موقف لاصدقاء سما، كان خطوبه برضو. أيوة. وحصل تنمر. صحيح، حصل تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسما اللي وقفت له. ايوه. النهارده في خطوبه سما، أيوة، شايفه الاختلاف قد ايه؟ لا طبعا الدنيا اتغيرت بالمره، يعني يمكن كان كل شويه لما اي، حتى من قبل موضوع الخطوبه لما كنا بننزل صور لاولادنا، كنت تلاقي في الكومنتات تنمر، وليه انتوا بتحطوا لنا صورهم وكده. لكن حصلت تسرع ووعي، وبعد يمكن قضية التنمر كمان، كل اللي كان بيفكر ان هو يتنمر، لا طبعا رجع. هي دي النقطة الفاصلة، يعني هي دي النقطة الفاصلة، ان هو بعد الموقف اللي سما اتخذته طبعا حضرتك وراها، ده اعتقد ده اللي كان احدث سبب في احداث هذا الفرق في الوقت القصير ده. هو الفرق بصراحة، يعني احنا بنعيش الفرق ده من 2018، كل اهالي الاحتلالات الخاصة من 2018، من ساعة ما سيادة الرئيس حطينا فعلا على الخريطة والناس شايفانا في كل مكان. زي ما سما دايما بتقول، في ناس حلوة وفي ناس وحشة. فاحنا دايما بنقابل ده وبنقابل ده، بس هو كان موضوع ان حد يدخل يتنمر ويشتم ويهجم ويهاجم الامهات ويحاول ان هو يقلل من ولادنا، ده اللي كان صعب. ويمكن سما دايما ما بتقبلش الكلام ده، فالحمد لله ان هي برضو اخذت حقها بالقانون زي ما بتقول. طبعا. طيب مدام سوزان، يعني احنا في عيد الاضحى، كل أيوة. سنه وحضرتك طيبه. وسما كبرت خلاص بقى، بسم الله ما شاء الله. يعني فايه الرساله اللي توجهيها لسما وخطيب سما
وعاوز اعرف برضو يعني خطيب سما جه اكل معاكم الفته في العيد ولا لسه؟ لا لسه. طيب. بس انا بوجه لهم بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم منورين حياتنا، كل سنه وانتم محققين اكتر من اللي بتتمنوه، كل سنه وانتم عايشين مطمنين، محققين كل اللي انتم بتحلموا بيه، كل سنه وانتم عايشين حياه طبيعيه في وسط ناس بتحبكم. دايما دعوتي بسمعنا ربنا يزرع الطيبين حواليها. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله دعوتي مستجابه السما يا رب دايما. بقول لسما خدي بالك منه، وبقول له وبقول له خد بالك منها، وربنا يوفقكم ويتمم لكم حياتكم الجايه يا رب على خير يا رب. يعني ربنا يتقبل الدعوات دي ويجعلها من نصيب سما ونصيب كل بنت من بنات قادرون باختلاف. بنشكر حضرتك استاذه سوزان طلعت والده سما رامي من اصحاب متلازمه داون، كل الشكر وكل سنه وحضرتك طيبه.